السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذا متابعينا الكرام، مجددا الجيش ديال نظام الكبرانات، نظام الفقاقير، يرتكب جريمة بشعة في حق المدنيين المحتجزين في مخيمات تندوف. هذه الجريمة ليست الأولى وليست الثانية ولن تكون الأخيرة. فمجددا متابعينا الكرام، مقتل مدنيان من محتجزي مخيمات تندوف من طرف الجيش الجزائري الذي عمد إلى إطلاق النار مباشرة صوب هؤلاء. ونتذكر جميعا الجريمة السابقة حينما أقدم الجيش الجزائري مجددا الجيش الفقروري إلى حرق مدنيين وهم أحياء، وهذا المدنيين ينتمون إلى ساكنة محتجزي مخيمات تندوف. والمثير للضحك هنا وهو أنه ولو لم نسمع ولو صوت واحد صدر من المرتزقة ومن المناصرين ديال المرتزقة الانفصاليين. دائما حينما ترتكب هذه الجرائم في حق المدنيين ديال مخيمات تندوف، لا يخرج ولا انفصالي واحد مرتزق ويندد، أو يعني على الأقل ترحموا على هادو اللي ماتوا. ما كيذكروهمش، لأن هاد المرتزقة عارفين بأنهم من صنيعة هذا النظام ديال الكبرانات، وعارفين أيضا أنه لو فتحت الأبواب أمام هؤلاء المدنيين المحتجزين لهرب الجميع من هذا الجحيم ديال مخيمات الاعتقال، مخيمات الذل والعار ديال تندوف. شحال من واحد كيحاول ينشق، شحال من واحد كيحاول يهرب وتنتهي في آخر المطاف، كاين اللي كينجح كيهرب كيرجع، وكاين اللي كيموت وهو يحاول، باش تعرفوا إلى أي مدى وصلت الأمور في داخل مخيمات تندوف. وهذه الجرائم ديال الجيش الفقروري هي في العادة غير مستغربة أولا من واحد الجيش الذي قتل أكثر من 250 ألف جزائري في العشرية السوداء، وغير مستغربة من جنود تدربوا في سكنات مليئة بعاهرات مريئة بأنيطة بالراقصات، كما شاهدنا في الصور والمشاهد المسربة من داخل السكنات الجزائرية. يقومون هذا نظام ديال الكبرانات يقومون بتدريب جنود بقذارة، بعقلية قذرة، بعقلية ديال الإجرام، بعقلية منحطة. هذا هو الجيش الفقروري، لأن الجيش اللي كتدربوا مع العاهرات هذا جيش كتسمى جيش قذر. على كل المتابعين الكرام، مجددا الجيش الفقروري يقتل المدنيين من داخل مخيمات تندوف، ولربما كانوا يحاولون الهرب أو الانشقاق أو يعني الهروب من الجحيم ديال هذه المخيمات، خصوصا أنه في الوقت الحالي يعني موسم الأمطار وموسم يعني الشتاء، تكون الحالة داخل هذه المخيمات مزرية إلى أبعد حد، ومع افتقادها لأبسط المقومات ديال الحياة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.